الأخبار. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزيرة المرأة والأسرة مال بالحاج موسى تعلن عن تدشين مركز لواء النساء ضحايا العنف وأطفالهن بجندوبة بمناسبة عيد المرأة، ذلك لحماية المرأة من كل أشكال العنف والاضطهاد الاقتصادي والاجتماعي. اولا اليوم قوموا بتدشين هذا المركز لاقواء النساء ضحايا العنف واطفالهن. هذا تم الاعلان عنه طبعا بمناسبه 13 أوت. اخترنا فيه بالنسبه لهذه السنه ان نحتفل او ان نحتفي بالعيد الوطني للمراه من خلال الاعلان عن انجازات، منها اعلان عن المنصه الرقميه لبرنامج رائدات لرياده الاعمال النسائيه، وفي نفس الوقت ايضا اخترنا ان نعلن دفعه واحده عن بعض 5 مراكز للنساء ضحايا العنف واطفالهن، باعتبار أنه هذا أيضا من محمول على الدولة، من واجب الدولة هو توفير الحماية تماما، كما يجب أن نشتغل على معطى وعلى بعد الوقاية بالنسبة لظاهرة العنف. عدد من أعوان وإطارات بلدية قرب ينفذون أمام مقر ولاية نابل وقفة مساندة لزملائهم الذين تم إيداعهم السجن منذ يوم الجمعة الفارط، ذلك بتهمة تعطيل المرفق العام، وفق تأكيد نائب رئيس بلدية قرب مروان دريدي لقسم الأخبار. هو فما إضرابات صارت قبل من المجلس البلدي والعمل متاع البلدية على كتب العامة ورئيس البلدية، وقتها صارت برشا شكايات من رئيس البلدية والكتب العام ضد العمل والمجلس البلدي مع بعضهم، ومن بعد تطورت ولت حتى خلافات شخصية، المشاكل الشخصية بين رئيس البلدية والعملاء والممثل بتاعهم النقابة، وبقات إضرابات ومشاكل لين جات سحب الثقة من رئيس البلدية وقتها من المجلس البلدي، وتبعثت للولاية والوزارة الداخلية، وإلى الآن ما حسموش فيها وما خدوش حتى قرار في العملية هذه. دونك هما تو موقوفين على الموضوع هذا اللي هو تعطيل المرفق العام. في حركة تصعيدية أقدم العاملون في شركة البيئة والغراسات والبستنة على أحداث نقطة اعتصام جديدة بالمدخل الغربي لمدينة سوق لحد من ولاية قبلي، ذلك للمطالبة بسداد أجورهم المتخلدة لدى هذه الشركة وتسوية وضعيتها المالية، كما عمدوا إلى منع شاحنات نقل الملح من عبور هذه المدينة في اتجاه مناطق الإنتاج بشط جريدة. ومن جهته أوضح كاتب عام النقابة الأساسية لإطارات وأعوان شركة البستنة الهادي الأحمر أن هذه الخطوة النوعية تؤكد تمسك منظوري الشركة بالدفاع عن حقوقهم بكافة الطرق المشروعة إلى حين ضمان الاستقرار المالي للشركة. من أخبار العالم، روسيا توقف مجددا إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب رئيسي إلى أوروبا اليوم، مما زاد من حدة المعركة الاقتصادية بين البلدين ورفع احتمالات الركود وتقنين الطاقة في بعض من أغنى دول المنطقة. نهاية الموجز، كانت معكم أمل هاني، إلى اللقاء.